السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التلميحات اللي عملها جوشو بخصوص الطباخ واكي تاكاني نوري. ما هي عائلته؟ وما هو اسمه الحقيقي؟ هل نظرية واكي هو نفسه تسوتومو أكاي نظرية صحيحة أم نظرية خاطئة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده بإذن الله. وما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. وبالنسبة لمتابعين الأنمي، حابب أوجه لهم نصيحة إن هم الأفضل يتابعوا المانجا، لأن الفارق كبير جدا بين حلقات الأنمي وفصول المانجا، بالإضافة إن الأنمي مش بيحدد موعد حلقة المانجا القادمة، يعني حضرتك بتنتظر كل سبت علشان تشوف الحلقة القادمة مانجا ولا فيلر، بخلاف متابعين المانجا بيبقوا عارفين موعد الفصل القادم. والفصول بتبقى من رسم جوشو، يعني بتقدر تلاحظ التلميحات والاستنتاجات بشكل أفضل. وبالنسبة لفيديو النهاردة، في حرق لمتابعين الأنمي، وخلونا نبدأ المقطع على بركة الله. أول نقطة هتكلم فيها، ما هي عائلة الطباخ واكيتا كانينوري؟ كلنا بعد الفصل 1066 عرفنا إن واكيتا شخص غني جدا، وده شكله الحقيقي بعد إزالة التنكر. لو جينا نتكلم عن ما هي العائلات الغنية المرتبطة بالقصة الرئيسية في أنمي كونان، عندنا أمثلة منها عائلة كاراسوما أو عائلة سوزوكي أو عائلة هانيدا أو عائلة أوكا. إيه رأيكم في الشبه الكبير بين واكيتا كانينوري والعم جيروكيتشي؟ الشبه كبير جدا، واضح وضوح الشمس، ويخليك تتأكد تماما إن واكيتا شخص غني لأنه من عائلة سوزوكي. يعني واكيتا هو الشقيق الأصغر للعم سوزوكي جيروكيتشي. هما الاتنين مش نفس الشخص، لكنهم متشابهين جدا لأنهم أخوان شقيقان، والعم جيروكيتشي أكبر من واكيتا كانينوري. كنت حابب أرد على سؤال جالي من أحد المتابعين، هل واكيتا هو نفسه تسوتومو أكاي؟ بصراحة النظرية دي غلط جدا ومش منطقية أبدا. إزاي؟ أول نقطة، نقطة اختلاف العين. واكيتا عينه اليسرى مفقودة وبيضاء، بينما تسوتومو لديه عينان سليمتان. يعني ده هو شكل تسوتومو لما فيرموث تنكرت على هيئته في الحلقتين 1045 و1046. فواكيتا عينه اليمين سليمة بينما اليسرى مفقودة، لكن تسوتومو عنده العينين سليمتين. فده أول نقطة اللي هي اختلاف العين. تاني نقطة، الحالة المادية اللي اتكلمنا عنها في أول الفيديو، إن واكيتا شخص غني جدا بينما تسوتومو ليس غني لهذه الدرجة. يعني لو كانت عائلة أكاي عائلة غنية، لن تحتاج سيرا وميري لشخص يتحمل تكاليف إقامتهم في الفنادق اللي هو كورودا، والد هانيدا، كوجي، وصديق تسوتومو. إنما تسوتومو واضح من ملابسه إن حالته المادية عادية أو متوسطة، لكن واكيتا واضح إنه من عائلة غنية جدا مثل عائلة سوزوكي. وذكرنا الشبه الكبير بينه وبين أحد أفراد عائلة سوزوكي اللي هو العم جيروكيتشي. تالت نقطة، الذكاء. كلنا عارفين إن تسوتومو أذكى شخص في عائلة أكاي، وممكن ذكائه تقريبا مثل ذكاء يوساكو، لكن واكيتا نسبة الذكاء عنده عادية جدا، لدرجة إنه حتى الآن لم يكتشف أن كونان هو كودو شينشي. هو عارف إن كونان طفل ذكي، لكنه مش عارف إن كونان هو نفسه كودو شينشي. بينما الأشخاص الأذكياء مثل تسوتومو أو يوساكو أو رامي الحقيقي، دول أشخاص أذكياء جدا جدا، يعني خارقين الذكاء، ويقدروا يعرفوا إن كونان هو كودو شينشي من أول نظرة. لكن واكيتا حتى الآن لم يكتشف أن كونان هو كودو شينشي. فدي تالت نقطة اللي هي الذكاء. رابع نقطة، عدم حماية العائلة من الأشرار. يعني من الصعب تصديق إن تسوتومو هيعمل عملية جراحية أو عملية تجميل في الوجه عشان يظهر لنا بهيئة واكيتا، وغير كده إن يترك زوجته يتم اغتيالها من فيرموس زي ما شوفنا في الحلقة 1045. والجزئية اللي من الصعب تصديقها أكتر، إن تسوتومو لو كان هو واكيتا إنه يكشف إن ابنه جاسوس في المنظمة ويعرضه للخطر، لأن مفيش أهم إنك تحمي عائلتك وأولادك. يعني مش معقول تسوتومو هيضحي بابنه أكاي وتتم تصفيته علشان تسوتومو أو واكيتا زي ما البعض بيقول يترقى في المنظمة ويصبح جاسوس ذو مكانة عالية في المنظمة.
فمش منطقي ان تسوتومو هيعمل كده، لان معروف ان عائلة اكاي بتدافع عن بعضها. يعني عندنا امثلة زي ما تسوتومو ارسل رسالة لميري انها تروح اليابان علشان هتلاقي هناك صديقه كورودا سيقوم بحمايتها. وعندنا مثال اخر لاكاي، لما بيكون اخوه شيكوتشي او اخته ماسومي او هايبرا لما بيكونوا في خطر بيذهب لانقاذه مباشرة. علشان كده غالبا سوتومو ليس على قيد الحياة وتم تصفيته من قبل اعضاء المنظمة، لانه قام بحل قضية هانيدا كوجي وعرف من هو قاتل كوجي، فالمنظمة طاردته حتى تمكنت من قتله. فدي رابع نقطة اللي هي عدم حماية العائلة من الاشرار. لو كانت سوتومو على قيد الحياة هيحاول يحميهم بكل ما اوتي من قوة، لكنه غالبا سيكون مات على يد اعضاء المنظمة. فدي بتأكد ان تسوتومو ليس واكتا، وبتأكد ايضا ان تسوتومو بنسبة كبيرة هيكون فارق الحياة وتمت تصفيته. خامس نقطة، اتصال كورودا بكومي. زي ما شفنا في سلسلة فيلا جبال الثلج في ناغانو، كومي تذكر بوربون وكان هيتكلم معاه، لان بوربون صديق اخوه سكوتش، لكن ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا لبوربون وكومي امام واكتا، لان كده واكتا يكتشف ان كومي شقيق سكوتش، وهيكتشف ان بوربون جاسوس، لان انتوا عارفين ان اعضاء المنظمة بيشكوا بالفعل في بوربون ان احد الجواسيس. لكن كورودا انقذ الموقف واتصل بكومي لكي يأمره بتجاهل بوربون وعدم التحدث معه عن اي شيء، لان في شخص خطير برفقة بوربون هذه المرة اللي هو واكتا كانينوري. وده اللي حصل فعلا، ان كومي تجاهل بوربون تماما. طبعا كلنا عارفين ان كورودا هو صديق تسوتومو، لو كان واكتا هو تسوتومو فكورودا لن يقلق من حديث كومي وبوربون امام واكتا، لانه عارف ان واكتا هو صديقه تسوتومو الجاسوس في المنظمة. لكن كورودا اتصل بسرعة بكومي لكي يخبره ان لا يتحدث مع بوربون في اي شيء ويتجاهله تماما. فالنقطة الخامسة دي توضح ان كورودا وبوربون عارفين ان واكتا شخص منظمي خطير جدا وليس احد الجواسيس ابدا. سادس نقطة، شعور الخطر عند هايبر. عندما اقترب واكتا من المدرسة، هايبر شعرت بهالة الخوف والذعر بدرجة اكبر هذه المرة، وده بيثبت برضو ان واكتا ليس جاسوس. يعني الخلاصة ان واكتا شخص منظمي خطير جدا ومخلص للمنظمة ومكانته عالية في المنظمة، يعني ليس جاسوس ابدا. فنظرية واكتا هو تسوتومو نظرية خاطئة ومستحيلة ومعقدة بدرجة كبيرة، ونسبة صحتها منعدمة تماما، خصوصا لما تركز على نفس التفاصيل وتلاحظ الفرق الكبير والواضح بين شخصية واكتا وبين شخصية تسوتومو، وبين صفات واكتا وبين صفات تسوتومو. لكن المنطقي اكتر حسب ما ذكرنا ان واكتا من عائلة غنية جدا مثل عائلة سوزوكي، خصوصا وجود الشبه الكبير بينه وبين شقيقه الاكبر العم جيروكيتشي. بالنسبة لاسم واكتا الحقيقي، هناك احتمال ان اسمه جون سوزوكي. لو رجعنا لسلسلة حلقات ثم لم تكن هناك اي حورية، رقم الحلقات كانت 222 223 و224. احد المترجمين اللي ترجم هذه الصفحات من اليابانية اللي فتحها هيجي وكونان، وهي قائمة باسماء الشخصيات اللي زارت تلك الجزيرة اللي وقعت عليها احداث القضية، بيقول المترجم ان في واحد من الاسماء دي اسمه جون سوزوكي. فده هيكون توقعي لاسم واكتا الحقيقي لو كان فعلا المترجم ترجم الصفحات دي من اليابانية بشكل صحيح، وطلع واحد منهم فعلا اسمه جون سوزوكي. الفيديو القادم او اللي بعده سأتحدث بإذن الله عن التلميحات والتفاصيل اللي توضح مكانة واكتا في المنظمة. هل هو رم ثاني أهم عضو في المنظمة أم ليس رم؟ كنت وضحت بعض من هذه التلميحات والتفاصيل في الفيديو ده اللي كان بعنوان شكوك حول هوية رم، لكن كان على ما حدث فقط في الفصل 1066. إنما المرة القادمة سأتحدث إن شاء الله عن معظم التلميحات في الأرك بخصوص هوية الطباخ واكتا كانينوري. وبكده يكون انتهى الفيديو اليوم. ما تنساش تقول لنا رأيك في التعليقات عن هوية واكتا كانينوري، هل تتفق معي انه ليس تسوتومو وانه من عائلة سوزوكي؟ واعمل لايك وشير للفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك اي جديد، والى ان القاكم في فيديوهات اخرى قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.